كما تعلمون هناك أكثر من 50 منطقة صناعية يعني تدخل في برنامج النمو الاقتصادي الوطني. سون الغاز شريك، كيف سون الغاز شريك؟ لليوم لازمتنا سون الغاز تمون كل المناطق الصناعية بمادة يعني الكهرباء والغاز. اليوم كان هناك 6 مناطق صناعية تكفلت بها وزارة الصناعة، والحمد لله الأشغال يعني توشك على نهايتها، وبالتالي يعني كل المستثمرين في 6 مناطق هذه رم انطلقوا في الأشغال المصانع تاعهم، وإن شاء الله راح يمونوا بالكهرباء والغاز. هذا على يعني تمويل من طرف وزارة الصناعة. وهناك 36 منطقة صناعية على مستوى كل ولايات الوطن سوف يتم تموينها بالكهرباء والغاز من طرف مجمع سون الغاز.